محضرات نطلع ساعتين. انا خايفه، ماشي خايفه، كاني خايفه، مش خايفه، مش عارفه شعوري. انا رايحه، خد معي دي. نسيت الماسك. رايحة. I'm nervous. A little bit. المخرج ده دائما عندي معه مخرج رقم استنى شوية لأن وصلت قبل الوقت وما في مترجمة من اوكي ثانك يو. خدت الام بودي تاني مرة، عملتها المرة اللي جيت وهلا صراحة ما عندي دهون كتير في الجسم. المشكلة هو البطن اللي عندي فيه شوية دهون، راح اتخلص منه. هدول حغطي فيهم جسمي، البيجاما ما هنا في سليبرز عشان اغير. بغير ملابسي وبرجع.
انا راح ادخل عمليه بعد شوي، خوفاني شوي بس ان شاء الله يكون خير. يلا يتمنوني الحظ واشوفكم لما اطلع.